افتتح مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بحضور عدد من القيادات بمحافظة البحيرة. شهد مسار العائلة المقدسة بعد الانتهاء من كافة الأعمال المنفذة نقلة كبيرة بجودة ومواصفات عالمية تليق بالجمهورية الجديدة. وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل رامي محمد. رامي، بعد التحية، ماذا عن مسار العائلة المقدسة بمحافظة البحيرة وما تم فيه من تطوير؟ تحياتي لك ولكل متابعينا من محافظة البحيرة وتحديدا من مدينة وادي النطرون التي أقف الآن على بواباتها. هذه المدينة التي شهدت اليوم جولة وزيارة لافتتاح إحياء مسار العائلة المقدسة هنا في وادي النطرون. بدأت الزيارة باستقبال وكلمات ترحيبية بقصر ثقافة وادي النطرون، ثم تلاها جولة بدير الأنبا بشوي، ثم تشييد للجدارية الخاصة بإحياء مسار العائلة المقدسة، وبعدها مؤتمر صحفي بدير السيدة العذراء السريان. هذه الجولة التي شملت اليوم عدد من المواقع التي مرت بها رحلة العائلة المقدسة، وأيضا هذه العملية من ترميم وأيضا رصف وأيضا تطوير للأماكن الأثرية والسياحية بمصر، تحديدا بخط مسار العائلة المقدسة الذي بدأ برصف وترميم لأكثر من 24 كيلو متر مربع بقيمة 44 مليون جنيه. هذا يأتي من ضمن اهتمام الدولة المصرية بإحياء تاريخها وحضارتها وهذه الثقافة التاريخية للعالم أجمع في أبهى صورة لها، وأيضا الاهتمام بالمرافق والخدمات السياحية لهذه المناطق، وهنا تحديدا بكيلو متر ونصف من دير الأنبا بشوي إحدى محطات مسار العائلة المقدسة بمصر. عودة إليكم مرة أخرى. نعم، إذن كان هذا كل ما لدى الزميل رامي محمد من محافظة البحيرة حيث افتتاح تطوير مسار العائلة المقدسة. شكرا جزيلا لك.